قانون أوم. لاحظ كلما زاد الارتفاع زاد تدفق الماء، كلما زاد ارتفاع الماء زاد تدفق الماء. طيب، أي أن نفس الشبه كلما زاد فرق الجهد زادت شدة التيار، أي أن شدة التيار تتناسب طردي مع فرق الجهد، ده اللي عايزين نثبته. يعني كلما زاد فرق الجهد زاد تدفق التيار، أي شدة التيار. لاحظ التجربة، بطارية مصدر للطاقة الكهربية، أميتر بيوصل في الدائرة على إيه؟ على التوالي لقياس مين؟ شدة التيار. الفولتميتر بيوصل في الدائرة على التوازي لتعيين إيه؟ فرق الجهد. مقاومة ثابتة مفتاح ومقاومة متغيرة تحكم التيار. خطوات العمل، نغلق الدائرة. عند غلق الدائرة طبعا الأميتر يعطي قراءة اللي هي شدة التيار، والفولتميتر يعطي قراءة. لاحظ وليكن 2/10 اللي هي الآي أمبير، وفرق الجهد 4 فولت. الخطوة الثانية، نقلل المقاومة فيقوم الطريق يزيد. نحاول نقلل المقاومة ونسجل النتائج دي في جدول. كان قراءة الفولتميتر 4 فولت والأميتر 2/10 أمبير. نقلل المقاومة فالتيار يزيد، لاحظ كده، وذلك بتحريك الزالق. حركنا الزالق، التيار يزيد، فرق الجهد يزيد، التيار يزيد، فرق الجهد يزيد. ونكرر التجربة عدة مرات. هنلاحظ ان كلما زاد التيار زاد فرق الجهد. نرسم العلاقة البيانية، هنلاحظ ان العلاقة بين الـ V والـ I علاقة طردية. نعمل إحداثية النقط، نلاحظ ان العلاقة خط مستقيم، اي ان العلاقة بين الـ V والـ I علاقة ايه؟ طردية. اذا ما نيجي نقول بقى كده، هنا الفولتميتر قياس فرق الجهد، الفولتميتر قياس فرق الجهد، الأميتر وظيفته قياس شدة التيار، البطارية مصدر للطاقة، مقاومة متغيرة للتحكم، مقاومة متغيرة للتحكم في التيار. لاحظنا ان العلاقة بيانية، اي انما كلما زاد فرق الجهد زاد شدة التيار، اي انه كلما زاد فرق الجهد زاد شدة التيار. اذا هذا يحقق قانون أوم اللي بينص على ان، طبعا بشيء التناسب ونحط يساوي ثابت ثابت المقاومة، والميل في الحالة دي المقاومة. إذن قانون أوم ينص على إيه؟ إذن قانون أوم، قانون أوم عند ثبوت درجة الحرارة، عند ثبوت درجة الحرارة فإن شدة التيار، شدة التيار تتناسب طرديا، تتناسب طرديا مع فرق الجهد. زي ما شفنا في التجربة ان شدة التيار، شدة التيار تتناسب طرديا مع فرق الجهد. يعني كلما زاد فرق الجهد زادت شدة التيار عند ثبوت الحرارة. ليه قلنا عند ثبوت الحرارة؟ معروف لأن كلما زاد الحرارة زادت المقاومة، وذلك لزيادة سعة الاهتزاز. زي ما قلنا قبل كده، السؤال المعروف، ليه تزيد كلما زاد الحرارة؟ كلما زادت الحرارة زادت المقاومة، زادت المقاومة. الإجابة لزيادة سعة الاهتزاز، لزيادة سعة الاهتزاز، لأن الحرارة تعمل على اهتزاز جزيئات المادة، فتعمل على تعطيل حركة الإلكترون. تعال نشوف هنا فرق الجهد، هنشيل التناسب ونحط يساوي ثابت. الثابت يعتمد على مقاومة المواصل، هي R دي، R مقاومة المواصل. تعال نحطها في شكل مثلث كده. طبعا الفي، لو قفلنا الفي يبقى الفي، لو حطينا الفي فوق كده
هتساوي شدة التيار في المقاومة. طبعا المثلث ده هو بيعتبر من أهم قانون في الفصل الأول، لأن ممكن نطلع منه كل شيء. طبعا V يعني اختصار كلمة فرق الجهد، و I شدة التيار، و R اللي هي المقاومة. تعال نشوف فرق الجهد. فرق الجهد خدنا تعريفه قبل كده، خد طبعا وحدة قياسه فولت، ف فولت، فرق الجهد فولت. يبقى الجهاز اللي هنستخدمه زي اتفقنا فولت ميتر، دايرة وفيها في كده، دايرة وفي في اللي هو الفولت ميتر صدر على التوازي. الاي شدة التيار وحدة قياسه امبير، امبير. يبقى الجهاز نسميه امبيروميتر او اميتر، دايرة وفيها حرف الايه كده وصل في درع التوازي. الار بالاوم، واحد قياسه اوم، يبقى جهاز اسمه اوميتر. يبقى اول حاجه نستفادها من هذا المثلث ان تعرف الفولت، الاجهزه بوجه عام. ده فولت يبقى جهاز اسمه فولت ميتر. يبقى ايه هو الفولت ميتر؟ جهاز قياس فرق الجهد وصل على التوازي. امبير، الوحده امبير، شدة التيار الوحده امبير، يبقى جهاز اسمه امبيروميتر او اميتر. المقاومة اوم، يبقى الجهاز اللي بيقيس المقاومة اسمه اوميتر. طب او التلات تعريفات، تعريف الفولت، طريقة تعريف الفولت، لما نيجي نعرف الفولت ازاي نعرفه من القانون. فلو جينا نقول ايه هو الفولت، لما نيجي نعرف ايه هو الفولت، الفولت هو فرق جهد بين نقطتين. الفولت هو فرق جهد، بس امتى؟ لما يكون شدة التيار، عندما يكون شدة التيار المار 1 أمبير وفي موصل مقاومته 1 أوم. تاني، الفولت هو فرق جهد، الفولت هو فرق جهد عندما تكون شدة التيار المارة 1 أمبير والمقاومة 1 أوم. إذا لما نيجي نقول الفولت هو فرق جهد بين نقطتين، ونكمل بس امتى؟ عندما تكون شدة التيار المارة، شدة التيار 1 أمبير في موصل مقاومته 1 أوم. وبالمثل، يلا مين يعرف الأمبير؟ نفس الفكرة، الامبير، الامبير هو شد التيار. يبقى لازم نقول الامبير هو شد التيار، ونكمل نفس الكلام، الامبير هو شد التيار عندما يكون فرق الجهد 1 فولت والمقاومة 1 أوم، وهكذا. هو شد التيار عندما يكون فرق الجهد، فرق الجهد 1 فولت، عندما يكون فرق الجهد 1 فولت، فرق الجهد 1 فولت والمقاومة 1 أوم. وبالمثل الايه؟ الأوم. هناك فرق بين كلمة الأوم وقانون أوم. قانون أوم شدة التيار تتناسب طبعا فرق الجهد، قانون اوم شدة التيار تتناسب، لكن الاوم وحدة قياس. الاوم لما نقول الاوم هو المقاومة لموصل عندما يكون فرق الجهد 1 فولت والتيار 1 أمبير. الاوم هو مقاومة موصل، ونكمل عندما يكون فرق الجهد 1 فولت وشدة التيار 1 أمبير. ممكن من هنا احنا عرفنا المقاومة نقول هي الممانعة التي يلقاها التيار، او نقدر نقول هو النسبة بين فرق الجهد لشدة التيار. يبقى المقاومة ممكن لها تعريف تاني، المقاومة زي ما اتفقنا قبل كده، المقاومة الكهربية لموصل، ممكن نقول عليها هي الممانعة التي يلقاها التيار، او نقول من القانون المقاومة هي النسبة بين، فرق الجهد، هي النسبة بين فرق الجهد وشدة التيار.
وشدة التيار الكهربي. طيب ممكن احنا عرفنا ان ال V بتساوي I في R، ممكن لو جينا رسم بياني بهذا الشكل، رسم بياني بالشكل ده كده، استفدنا القانون علاقة بين ال V محور رأسي وال I كمحور أفقي، طبعا هنلاقي العلاقة طردية، يبقى الميل في الحالة دي السلوب بيساوي، طبعا لو جبنا فرق الصادات على فرق السينات يعني ال V على ال I على الاي هيتبقى لنا مين؟ الار، يبقى السلوب بيساوي ار. اذا نقدر نقول لو جينا مثلا الرسمين بهذا الشكل ايهما اكثر مقاومه؟ طبعا الميل بيعبر عن المقاومه، يبقى ده الفي وده الاي. لو عندنا سلك A وسلك B مثلا ولك ايهما اكثر مقاومه؟ طبعا بالمنطق ان اللي ميله اكبر يبقى مقاومته اكبر، فنلاحظ ان السلك A مقاومته اكبر لان تاني الزاوية لها أو ميل الزاوية أكبر من السلك B. قيس عليها بقى كل حاجة، مساحة المقطع، الطول، عند ثبوت العوامل المختلفة. ممكن من القانون ده هو نقدر نحسب لو طلب نتيجة بوحدات القياس الفولت بالفرق الجهد بالفولت، أو نقول أمبير في أوم، وهذا قياس المقاومة أوم، أو نقول فولت على أمبير، وهكذا بهذا الشكل. ممكن فرق الجهد زي ما اتفقنا تعريفه هو الشغل المبذول لنقل كمية الكهربية، شدة التيار هي كمية الكهربية التي تمر خلال 1 ثانية، وهكذا.